تصعيد كلامي وسيل من الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل والدول الغربية من جهة والحكومة الإيرانية من جهة أخرى حول مسؤولية طهران عن استهداف ناقلة النفط ميرسر ستريت المملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب قبل أكثر من أسبوع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رفض البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بشأن الواقعة، واصفا إياه بأنه لا أساس له من الصحة، ومتهما إسرائيل في الوقت نفسه بما أسماه حياكة مؤامرة ضد إيران. من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شاكرجي إن استراتيجية بلاده هي تعزيز الأمن في الخليج خلافاً لاستراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل التي تهدف إلى إثارة حالة من انعدام الأمن بحسب تعبيره. من جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى أن خبراء المتفجرات من حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان خلصوا إلى أن الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم من صنع إيران. وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع قد قالوا في بيان الجمعة إن كل الدلائل تشير إلى ضلوع إيران في الهجوم على ناقلة النفط التي تملكها إسرائيل في بحر العرب قبالة سواحل عمان قبل أكثر من أسبوع. البيان الذي أصدرته بريطانيا باعتبارها رئيسة المجموعة دعا طهران لوقف كل الأنشطة التي لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما طالب كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.